لماذا تتعجبين يا مريم؟ ولماذا تنذهلين في داخلك؟ فتجيب قائلا: لأني ولدت في زمن ابنا غير محدود في زمن، ولست أدرك كيفية الحبل بالمولود، فكيف ألد ابنا ولم أعرف رجولا؟ من شهد يوما ميلادا بغير زرع؟ لكن حيث يشاء الإله يغلب نظام الطبيعة كما كتب. المسيح يولد من البتول والدات الإله، بيت لحم اليهودين.